أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا شك أن مسألة الجهاد في سبيل الله قد شغلت أكثر المتمسكين بالسنة على سبيل السلف الصالح، ولا شك أنكم من الأئمة الأوائل في هذا العصر الداعين إلى التمسك بالكتاب والسنة على نهج السلف الصالح. ففي مسألة الجهاد في سبيل الله نحن ندعو الناس إلى أن يجاهدوا في سبيل الله جهادا يشترط فيه الإخلاص، النية لله رب العالمين. والشرط الثاني الذي نعلمه من الكتاب والسنة هو أن يكون تحت شعار الإسلام لا تحت شعارات أخرى، كما ورد في الحديث الصحيح. ولكن كثيرا ما كنا نسمع الشباب المتمسكين يشترطون شروطا ينقلونها أو ينقلونها عنكم، هذه الشروط لا نعرف لها دليلا من الكتاب والسنة، مثل اشتراط التعليم الذي هو فرض كفاية وليس فرض عين، وكذلك مثلا اشتراط التعليم الذي هو فرض كفاية وليس فرض عين، او اشتراط التصفية والتربية، او اشتراط وجود الخلافة اذا كنتم ذكرتم ذلك، او وجود الدولة الإسلامية. وكل هذه الشروط نسمعها كثيرا من الإخوة أخص السلفيين، وطبعا نحن منهم والحمد لله رب العالمين. فهل هذه الشروط هل لها دليل من الكتاب والسنة حتى نقف عندها، أم أن هذه الشروط مجرد محض اجتهاد بالنسبة للأمر الواقع أو الذي نعيش فيه؟ فنريد أولا أن نسأل هل هذه الشروط هي فعلا عندكم، فنتكلم على هذا الأساس، أو هي ليس عندكم فتكون القضية تحولت إلى قضية أخرى. أولا ما طلبنا الاجتماع معك لتسألنا، وإنما طلبنا الاجتماع معك لنعلم دعوتك. ما حدثتك عن دعوتي؟ طيب، فإذا حدد دعوتك حتى نتناقش فيها. بعد ذلك إذا خطر في ذلك مثل هذه الأسئلة التي قدمتها بين يدي البحث وهي سابقة لرأيها، ممكن البحث فيها وطالما بحثنا فيها، لكن أنت أوضح دعوتك ما هي؟ ما في، هي الدعوة واضحة، يعني هو الجهاد مطلقا، يعني صرف النظر عن كل هذه الشروط التي نسمعها. هذا ما لدي، يعني هل هناك فرق بينك وبين أي فرق من أفراد المسلمين أم لا فرق؟ لا، لا فرق. هكذا ممكن أن الجهاد مطلقا يصير فيها زي الصفين،
يا رب أنت لا تحدث عنه يا أخي، أنا أريد أن أفهم شيئا. هل هو يدعو إلى شيء لا يدعو إليه المسلم؟ هل هناك خلاف في أن الجهاد ينقسم قسمين، فرض عين كما هو الواقع الآن وفرض كفاية؟ فهل هناك مسلم يقول بأن الجهاد ليس بفرض؟ لا أحد. إذا نحن نريد أن نتفهم دعوتك التي تدعو إليه. ما في هناك زيادة عما قلت. ما في عندك زيادة عما قلت؟ ما هو الذي قلته؟ قلت أن الجهاد مطلق عن هذه الشروط، وأن كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط. طيب. فالذين يشترطون تصفية وتبرية مثلا. التي تدخل هذه الشروط لن تطاع الشروط، أنت شروطك أنت تتكلم حولها. بس فقط هي شروط اللي ما هي شروط؟ لا ليست شروط، الشروط التي نراها أنها في الكتاب والسنة اشترطت حينما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الجهاد في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، هذا الشرط الأول الذي يصحح الجهاد. والشرط الثاني أن يكون هذا الجهاد تحت شعار الإسلام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في مصحح الحديث من قاتل تحت راية عمومية يبع عصبة أو يغضب لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. فهذان الشرطان هم كل يوم الله شرطين من الحوار لا تحت شعر. يعني تحت شعر في كل عبادة. الشرط الثاني ما هو؟ يكون تحت شعر الإسلام. تحت راية الإسلام يعني. يشترط لديانة سبيل الله أمين. لا يشترط. لا يشترط. فوضى يعني؟ لا ليس فوضى يعني. لكن إذا كان هذا هو شرط، يعني إذا كان هذا شرطنا يعني موجود في كتاب السنة فنريد أن نعرف دليله. يا حبيبي أنت قائم في دعوة مش متعلم الآن، أنت قائم في دعوة. لا هو المتعلم المفروض أنك أنت تدعو وتلزم الناس بدعوتك لأنك تعتقد أنها دعوة حق، مش تدعو إذا كان كذا وإذا لم يكن كذا، هذا شأن المبتدئ المتعلم. أما أنت تدعو إلى الجهاد في سبيل الله وتقول مصرحا لا يشترط فيه إلا كذا وكذا. أيوه. يشترط الشرط الأساسي في كل عبادات إخلاص. صح. وهذا لا يذكر في الصلاة لأنه ما مفروض فيه منهم. الشرط الثاني تحت راي إسلامي. طيب. فكيف تصور راي إسلامي بدون أمير؟ لا ممكن تصور رأي إسلامية بدون أمير، المهم أنه هو أن شعار الإسلام يكون قائم، ليس شعارا من الشعارات التي نسمعها الأخرى من الشعارات الدنيوية أو الصغيرة. دعك والشعار الأخرى الوقت يضيع علينا، ما تنكرر الإسلام مفهوم منها، لا تكرر الشرط الثاني لأنه مفهوم، ولا تكرر الذي ليس بشرط بل هو جاهلي رأي أمين، ما في حاجة، إنما أنا كله كيف تتصور بهذا أن يقوم بدون أمير؟ أو رأي إسلامي كما تقول بدون أمير؟ كيف تتصور؟ أليس هذا أكبر دليل أنك أنت تدعو إلى شيء أنت ما تصورته بعد؟ لا بل تصورت. طيب قل لي كيف تصور رأي يعني هو أصلا بدون أمير؟ لا الجهاد يعني مش لازم يكون الجهاد العالم الشامل الذي تقوم من أجل دولة إسلامية كبرى. أخي دعك والكلام الذي ليس لنا هذه علاقة. أنا أسأل سؤال واليوم واضح، كيف تتصور قيام أو إقامة راية إسلامية بدون أمير؟ ما تحكي كلام جانبي، ماذا فيه؟ لأنه الآن بعد ساعة، ساعتين سنقول اقترب وقت الإفطار. طيب، إيش أنت تقصد؟ إذا اختصر الكلام، أنا أكرر وأقول، كيف تتصور رواية إسلامية يجاهد تحتها أو يجاهد تحت المسلمون دون أن يكون لهؤلاء المسلمين أمنية؟ كيف تتخيل هذا؟ يعني لو أن في رجل مثلا من أئمة الكفر فذهب إليه رجل من المسلمين، لا ذهب إليه رجل من المسلمين فقتله، فلا يجاهد جهادا في سبيل الله؟ أنا أقول لك هذه من سؤالي، وإلا
معناها أن الجنس هذه لا فائدة منها. كيف تتصور قيام جهاد تحت راية إسلامية؟ أنت الآن تكلم عن طرف جهاد تحت راية إسلامية، تعني فرد ولا تعني جماعة؟ هو ممكن الجهاد طبعا إذا كانت من خلال جماعة فيكون له أمير ولا شك طبعا قد يكون يعني لا سوف يكون لهم أمير لا سوف يكون لهم أمير لا محالة إذا كانوا جماعة. أما إذا أراد مثلا فرد أن ينطلق بنفسه في جهة في سبيل الله دون أمير ففي حين ذلك سوف يكون يعني جهاد أيضا في سبيل الله بدون راية إسلامية، فالعقل الجهاد بمعنى مطلق. أما إذا كانت هناك جماعة سوف تنطلق مثلا ثلاثة فأكثر فلا شك أنها سوف يكون لهم أمير لا محالة. أنت الرمان الواحد هو القادم روحي يجمع اليهود يخسر نفسه أي دعوته هذا مفهوم من هذا الكلام. نعم هذا مفهوم هذا الكلام الثالث. الخلاء الذي أنت تفهمه منه أن كل فرد من أفراد المسلمين يحمل سلاحه ويهجم على اليهود مثلا أو غيره ما المهم يجوز أو لا يجوز أنه هاي الجهاد الذي يدعو فيه؟ لا. طيب ما الذي يدعو فيه؟ الجهاد الذي يدعو فيه معروف أنه لا أمير ولا طبعا اقصد يعني ليس بشرط. ماذا تقول يا اخي انني نقل لديك هذا اما تكون رجل غامر وخاطر وحمل سلاح هذا مع الثاني هذا ما يحتاج يقال تحت راي اسلامي. هي لا نقصد يعني اذا كان لا شك ان في جماعه سوف تقوم الجهاد فلا شك ان سوف يا اخي يكون لا تقل اذا كان انت ماذا تريد ان يكون وضح ان احنا نريد ان يكون الامر من خلال جماعه. تريد ان يكون جهاد جماعه مش افراد؟ لا شك. طيب هؤلاء يشترط ان يكون لهم امير؟ يشترط ان يكون لهم امير ما دام يدري. لا حبيبي يشترط او لا يشترط؟ كلمتين لا بلى. يشترط ان يكون امير بس مش امير بالمعنى العام اللي هو الخليفه يعني. يعني اشترط ان يكون لهم امير لكن ليس بالمعنى العام. طيب ربعنا شيء على كل حال يشترط امير. ده يشترط امير مش فقط في الجهاد ده في اي جماعه اسلاميه سواء كان كانوا خارجين في الجهاد. بس الموضوع نحن نتكلم عن الجهاد. انا اقصد ما احنا بنقول لا نريد ان ناتي بشروط اصلا تعم الجهاد وغير الجهاد. يعني المسلمين سواء كانوا في سفر مثلا او كانوا في جهاد او كانوا في مكان من الامكنه فلا بد ان يكون لهم امرهم الذي يلزمهم الطاعه بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبحث في امين بالصفه مطلقه بعدين نشوف شو اوصافه. انت لم تشترط في الجهاد الذي اضبط الكلام فيه الا الاخلاص والا الرايه الاسلاميه. طيب ما هو معلوم. طيب معلوم. قلت لك هذه الرايه الاسلاميه لا يشترط فيها امين؟ قلت لا. المعلوم طبعا اذا المسلمين خرجوا في جماعه حتى لو يكن هناك جهاد فلا بد ان يكون لهم امير. يا اخي انت حدد يعني حدد اجابه. لا خلي الشيخ هو اللي يحكي. خلي الشيخ يحكي معك بكره. نحن بنقول الان وصلنا الى نقطه فقد ما نقول فيها حتى ما نظلم الناس اننا لم نسمع رايه أنه يشترط لهذه الرواية الإسلامية أن يكون لها أمير. أليس كذلك؟ طبعا لا شك. خلاص. الآن صار عندنا ست شهور. بس شوف ممكن ننتظر لأنه أصلا يعني في شروط عامة يعني أنا لم أقصد الشروط العامة اللي هي تشترط. يا حبيبي الإخلاص أيضا أنا قلت أول ما قلت لك وهي التسجيل أمامك. هذا الإخلاص شرط في كل العبادات. وكذلك اسمح لي فلماذا أردت هذا ولم تورد الإمارات؟ والله أردنا أن هو إذا في خاطرنا لكن إذا ما إذا في خاطرنا برضو أيضا الأمير العام للمسلمين أو أمير بصفة عامة يعني في صفة أو في حضر أو في جهة فلا بأس من إرادة. فلا بأس من إرادة. لا بأس يا أخي شيء شرط لا يقال فيه لا بأس. يعني لا بأس من إرادة هلا يعني في وقتنا في حديثنا الآن. قبل هلا ما دام شرط مفروض منه. في حديثنا الآن ممكن أشرط يعني لكن أقصد الشروط اللي يختص فقط هي الجهاد دون عن بقية يعني مثلا كان في الدولة الإسلامية ماضيا بيخرج مثلا في الحج أمير بيخرج أثناء الحج مثلا بالناس. إذا ارفع الشرط الأول لكن معروف. ارفع الشرط الأول اللي هو الإخلاص. أيوه لكن معروف في أنفسنا يعني لأنه معروف رفعه.
لا نحن نطلب الاشتراك في كل العبادات. أيوه. نحن نسأل عن الجهاد بماذا يتميز عن سائر العبادات؟ أنت تقول الآن لا تأتي بالإخلاص، لا تأتي بأي شيء، تقول أنت إنه مشترك. ماذا يشترك في الجهاد الذي تدعو إليه؟ يشترك أن يكون لإعلاء كلمة الله. لإعلاء كلمة الله. طيب ما لإعلاء كلمة الله وأن يكون تحت راية الإسلامية، هذا الذي نفهمه. وطبعا الراية الإسلامية عرفنا منها أنها إذا كانت لجماعة لا بد أن يكون لهم أمير. الراية تنصب على من؟ على فرد ولا على الجماعة؟ تنصب على الجماعة الخارج في سبيل الله. إذا الجهاد في سبيل الله الذي فرض عين. أيوه. هو لفرد ولا للجماعة؟ ممكن أن هو يكون لفرد وممكن يكون لجماعة. هذا من جواب. ولا؟ يا حبيبي قلنا الجهاد قسمان، فرض عين وفرض كفاية. الفرض الكفاية إذا قاضي البعض سقط على الباقي. أما الفرض العين يجب على كل المسلمين أن يقوموا به. فأنت ليش عم تقطع شخص قام جهاد؟ يعني فرض العين ما هو في الجهاد؟ ما ليش أنا فرض العين في الجهاد ما هو؟ لا على كل فرد. على فرد ولا على جماعة؟ على كل جماعة يعني فرد فرد. إذن على جماعة. هذه الجماعة لا يشترط فيها أمير؟ بل يشترط في الأمير في الجماعة الأمير سواء جاهدت أو قعدت. يعني سواء جاهدت أو قعدت الجماعة فلا بد أن يكون لها الأمير. كويس كويس الدرجات أمير بمعنى خليفة. يعني لا مش لازم أمير السفر ممكن لازم يعني يعمل يقول سواء في جهاد أو ما في جهاد مش شرط أمير. فإذا مش بمعنى الخليفة. نعم مش بمعنى الخليفة. وليش يعني فيها خطر إذا قلنا معنى الخليفة؟ طبعا فيها خطر. ليش؟ لأن الخطر سوف يترتب على ذلك المعنى أننا نريد أصلا أن نقصف الثمرة قبل أن نزرع الزرع. أنا أي شيء بقام تفعل هكذا أراك تفعل؟ لا إن شاء الله مش هو هذا. هذا الأمير الذي أنت تريد أن يكون غير خليفة. لا مش لازم يكون خليفة عام للمسلمين جميعا طبعا. أنت بتقول لا أنا ليش أقولها تدخل لا أنا بعيد كلامك. أنت تريد أميرا للجهاد غير الخليفة بتقول لا ليه؟ بل نعم. ليش هذا كلام؟ خير إن شاء الله. ما فهمته خير إن شاء الله لكل أحد. يعني ليش هذا هو كلامه؟ اتفقنا هاي متفقين عليها. إذا يشترط للجهاد هو الأمير. ليش كلامي؟ أين هذا الأمير؟ وكيف يكون هذا الأمير؟ وهل يجوز أن تتعدد الأمراء هؤلاء أم أمير واحد؟ نحن الآن في حدود الشرط الذي اتفقنا عليه للجهاد في سبيل الله وهو الأمير، وهو عندك لا يشرط أنه خليفة. هذا الأمير أين هو حتى يكون هناك جهاد؟ بمعنى هل يكون الجهاد ثم الأمير أو الأمير ثم الجهاد؟ طيب جاب على السؤال. أيوه. أرجو أن يكون جواب واضح. طيب الإجابة على السؤال. هل يكون الأمير ثم الجهاد أم الجهاد ثم الأمير؟ إذا كان هناك فرد. لا تقول يعني. خليني أعطيك لا ما خليك تكتب. لا أنا لا 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 يا ريت اللي سؤال صواب. يا ريت اللي سؤال خطأ. فإذا كان صواب فرجع الجواب عليه. وإن كان خطأ فرجع تصحيحه. أنا بقول لك هل الجهاد قبل نصب الأمير أم نصب الأمير قبل الجهاد؟ أنت تقول إذا ما إذا ما الكلام المسألة محدودة جدا. أيوة. هل الصلاة قبل دخول الوقت أم العجز؟ لا بقولي إذا ما إذا ما الحال الوقت قبل الصلاة. هل الوقت قبل الصلاة أم الصلاة قبل الوقت؟ فجوة. هل الأمير أرجو أن يكون يوم كمان نريد واضحا هل الأمير يكون قبل الجهاد؟ أي نصب الأمير قبل الجهاد أم الجهاد ثم نصب الأمير؟ تفضل. طبعا إذا كانت هناك جماعة خارجة للجهاد لابد لا من الأمير. إذا كان لا تقول إذا كان وش مثل فرضية مش فرضية واقعية. ليش عم تقول إذا كان؟ مفيش إذا كان مفيش إذا كان هو هناك الجماعة جماعة خارجة للجهاد فلابد لا من الأمير طبعا. أما إذا خرج فرض الحارب يبقى هو أمير نفسه. وأنت تدعو إلى الجهاد فرض الحارب؟ لا. إذا وإن كان يجوز إذن إذن إيش؟ يا حبيبي أنت تدعو إلى الجهاد فرد ولا إلى الجهاد جماعة؟ جماعة
فرض عين قلنا فرض عين جميع هنا وفي العالم الإسلامي إلا المنافقين وإلا الكفار. هؤلاء قبل الجهاد نص أمين عليهم ولا الجهاد ثم لا 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 نص أمين عليهم هذا كلام مفهوم متفق عليه. أرأيت كم أتعبت أنا السودان؟ أنا موضح لك السؤال. أنا ما أتعبت السودان، أنا كنت أقصد بين النقطة يا حبيبي، هذا ينفي إطلاقا. أنا بوضح لك إما نصب الأمير قبل الجهاد وأما الجهاد قبل نصب الأمير. نكون أنت ترجع تبحث ولو يجاهد وحده، ماذا عندنا؟ هذا انتهينا منه. قد واحد يهجم على اليهود بخنجر بسكين، أين أميره؟ هذا مو بحثنا. أين أميره؟ هذا ليس بحثنا، بحثنا في فرض العين. طب ماشي فرض العين يعني على الجماعة. طب ماشي هذه الجماعة يجب نصب أمير عليها، اتفقنا. كان الأمر من قبل مشكوك فيه أو كان مجهول، اتفقنا أن هذه الجماعة لا بد لها من أمير. طيب هل هذا الأمير يسبق الجهاد ويتقدم وهذا من بدأ يجب أن هو يجب يكون الجماعة هو يجب ينظمه هو يجب يوجهه ولا الجماعة ثم الأمير؟ كيف أنت تقرر الموضوع؟ لا الأمير أول قبل الأمير قبل. طيب لا هذا هو يدعو غيره إلى الجهاد ولا غيره يا أخي. خلاص خلاص ما في حاجة إلى تعليقات. إذا الأمير قبل الجهاد صح؟ طيب فهل يكون الدعوة لنصب هذا الأمير قبل أم الدعوة للجهاد؟ لا كلاهما في وقت واحد يعني ممكن كلاهما في وقت واحد طبعا ولا شك. كلاهما شخص واحد. لا كلاهما في وقت واحد. كلاهما في وقت واحد. طبعا. نحن نقدنا واتفقنا عليه. لا ما اتفقنا. يعني مثلا هؤلاء. لأن عبارة الإسلام دول القضية مش مجاكرة بمعنى معاني دي. أنا بقول كذا أنت بتقول لا. نحن اتفقنا. إذا على ماذا اتفقنا؟ أدخل إلى ضربنا لك مثلا الوقت الذي هو شرط الصلاة قبل أو الصلاة. قلنا لا الوقت بدأت. الأمير لجهاد العين قبل ولا جهاد؟ اتفقنا على أنه هو الأمير. طيب فينا فضلتين أمير شرط وأنه هذا الأمير قبل الجماعة. فضل الثالثة أندعو ونسعى لإيجاد هذا الأمير ليقود الجماعة الذي هو أميرها إلى الجهاد الذي فرضه الله عليه. تقول كلاهما مع يعني كلاهما فرض فرض من الله سبحانه وتعالى مع البعث في هذا فطبعا تحقيقهم ممكن يكون هما في وقت واحد. أداك الله البعث الله في أن كلاهما فرض هذا هو البعث. ما أنا أقصد يعني ما فيش يعني لا أنا أقصد أن هذا في وقت من ناحية البعث أنه هذا هو هذا فرض. استاذنا الكريم مش هو احنا بنقصد يعني ما دام كلاهما فرض ممكن أنهم يتحققوا في وقت واحد. أنت تبحث في خيال، مع ذلك أنا بهمني التخطيط الذي يجب أن يعمل له المسلمون. لا يعني ما في داعي يا رب الإله يا رب أنا لا أقول إن أنا أبحث ما خلاص كلامي بعد. طب لا أقول إن أنا أبحث في خيال، يعني ما في داعي هذه العبارة. لا أنت تبحث في خيال. طب ليش يعني ليش؟ أنا بقول لك ليش؟ لا أنت أصلا ما تعرفش أنا أصلا أنا بقول لك ليش؟ لأنه الجماعة كل جماعة لا بد لها من أمير، وأنت آلفا أشرت إلى حديث إذا كان ثلاثة في الأرض وحده. نعم. طيب فالإمارة قبل هذه الجماعة دون ولا بعد؟ يعني هل بده يكون ولا دون؟ بده يكون الأمير قائم ولا لا؟ قائم ولا شيء. إذا قبل ما نتفق نحن الجماعة اللي نمشي بدنا نشوف من الذي يريد أن يكون أميراً؟ إذا فلان والأمير هو الذي سيقول أنتم اذهبوا في هذه الجهة وأنتم اذهبوا هذه الجهة. فأنا أقول لك هذا خيالي على خلاف الواقع. هل جماعة من الذي سيديره؟ لو تصورت معمل صغير لا بد ما يكون له رئيس. أنا قلت لك ما تصور يكون اثنين سوا جماعة المعمل والرئيس. أنا ما حكيت هيك. لا ما حكيت هيك، لكن حكيت أنه أمير الجهاد والجهاد ممكن يكونوا سوا. كيف هذا؟ يعني يتفقوا على الأمير وعلى الجهاد في سبيل الله في وقت واحد. بتتفق على الأمير الأمني ولا على الجهاد؟ هم أصلا الجهاد اللي جمعهم فيخرج أيضاً. لا جاوبتني يا أخي. ليش ما جاوبتك؟ ليش؟ أنا أسألك، انظر ماذا أقول.
أقل الأمين الأدلي ولا الجهاد. في أناس مثلا قرأوا في كتاب الله فعرفوا أن الجهاد فرض فاجتمعوا على ذلك وأمروا عليهم واحد سبحان الله. يعني اجتمعوا أولا على تحقيق فرض الجهاد ولما عرفوا أن الجهاد مش راح يصير إلا بأمير فأمروا منهم واحد. شو بيه يا حبيبي الجهاد الجماعة وجهة لكن جماعة الجهاد التي شرطنا لها أميرة الجماعة وجدت لكن الأمير الذي يجب أن يكون عليهم ليوجههم ليقودهم طبعا سيكون قبل مباشرة الجهاد طبعا ولا شك هل ندعو الآن ونسعى عمليا لانتخاب هذا الأمير والاختيار من بين جماعة المسلمين أو جماعة المسلمين ما دام انت بتقول في جماعة وفعلا كل المسلمين اولياء لكن نحن الان ندعو للجهاد الذي لا يمكن تحقيقه في نفس المرتبط عليه انا هذا سؤال طب جيد ما جوابه ندعو الامير عشان يخرج الى الجهاد اين هذا الامير الان في كثير من الامور ومن الذي يدعو الى الاماره لاداره دفه الجهاد في سبيل الله نحن نسمع دعاء كثير وانت منهم يرفعون صوتهم للجهاد في سبيل الله لكن ذهنهم خالي تماما ان هذا الجهاد لا يمكن ان يكون جهادا الا باماره قائمه طيب لابد ان الاماره تكون خلافه؟ انا ما احاسب عن الخلافه وانا مخبيها في نفسي بعد فابشر خيرا لكن انا بقول لك الان الامير الذي انت توافق انه لا بد ان يشترط هذا الامير في باب الجهاد هذا الامير ما ارى احدا يدعو اليه وانا اعتقد هذه الجماعه التي هي منتشره في هذا العالم الاسلامي الواسع لا يمكن ان تقوم لها قائمه ولا يمكن ان يخطر منها جهاد في سبيل الله حقا الا بالامير او الامام فاين كثيرون بالعشرات المئات في الجرائد والمجلات الجهاد الجهاد واذهانهم خاليه تماما عن هذا الشرط الذي كنت أنت من أولئك الغافلين عنه لا إن شاء الله مش غافل عنه أنا بقول إن شاء الله سأقول إن شاء الله لا لكن التسجيل يسجل عليه خلاص ماشي طيب ماشي فإذا لماذا لا ننزل الإمارة هذه أي نوع من أنواع الإمارة هذه الذي التي أنت تعنيها أنا بيسر عليه ما بيسر عليه الإمارة التي أنت تعنيها الإمارة التي تعنيها فإن اتفقنا أن هذا الجهاد لا بد له من أمير فلماذا يدعو إليه؟ أي رجل يعني تشترط فيه الكفاءة أن يفعل ذلك فيكون أمير وأنا بسألك عن شروطه طبعا من عيش السؤال أنا ما فهمت سؤالك ما فهمت سؤالك بتقول مثلا قلت الجهاد ما أنت لن تفهم هذا خطأ أنت تجيب عن سؤال ما فهمته فلما تجيب عنه اقول لك هذا ليس جواب سؤال طب يعني لا داعي للقفشات احنا نجيبنا انا انت شفت ايش سؤالك القفشات لا تعتبرها القفشات امال ايه التوضيحات انا اريد ان نبين لك خطاك انك تجيب عن سؤال تعترف انه انك لا فهمته هذه مش طفشه هذه اقول لك الشمس طالع لماذا تعتبرها طفشه انا انصحك واذكرك لا يجوز لك وانت داعي والى امر خطير كما يبدو تدعو للجهاد في سبيل الله هؤلاء المسلمين الضائعين المستغلين في الارض الى اخره ينبغي ان يكون واعيا ينبغي ان يتفطر السؤال الذي يوجه اليه ولا يبادر بالاجابه عليه الا بعد فهمه فاذا فرض عليه ولا باس فقد اكون انا المقصر في الايضاح وقد يكون غيري مقصر في الفهم لا باس فتقول ما فهمت الجواب يعني انا اقول هذا على سبيل اختصار الطريق ما فهمت السؤال وما فهمت السؤال مش تجيب عن سؤال غير العجيب انا بقول يا اخي وضح لنا السؤال انا بقول جواب على سؤال واضح هذا الامير ما اوصافه انا بقول لك اريد لك التيسير ولا اريد لك التحسين هذا الامير الذي انت تؤمن به هذا لماذا لا ندعو اليه؟ ندعو اليه ادعو اليه واحد ولا اثنين ولا ثلاثه هذول وين؟ ايش رايك انت؟ انا بسالك ما تسالني مش انا الداعي الان انا ادعو مثل ما سمعت انا ادعو انا يا كل شيء يا اخي حبيبي انت تعرف السبب ليش ما تفهم السؤال لانك تستعد للرد عليه قبل طرحه قبل اكمال طرحه انا بقول لك
قبل إدمان ضغط. أنا بقول لك لست أنا الذي أدعو الآن من الجهاد في سبيل الله ومرضعين. أنا أدعو كما قلت مع شيء من التغيير غير مرسول. أنا أدعو إلى ما أسميه باختصار إلى التصفية والتربية. التصفية والتربية. أنت اختصرت كلمة التصفية ما حصلت تعقيد عندها بلا علم. ليس هذا. أنا أقول تصفية وتربية ولا غنى مع السيادة بحثنا مرارا ومعونات تسجيلات كثيرة وإلى آخره. لكن أريد أن أقول الآن أنت الذي تدعو إلى الجهاد في سبيل الله وهو فرض عين من اليمين المسلمين. فالذي يريد أن يدعو إلى شيء ينبغي أن يكون فاهما له. الحمد لله. الحمد لله. على كل حال فالشاهد هذا الأمير الذي أنت معنا في ضرورة في شرطية كله أميرا للجهاد في سبيل الله بالأوصاف التي أنت تريدها مش أنا تسألني عنها. أنا لست في هذا الواد الآن. أنا حامل دعوة التصفية والتربية من نحو نصف قرن من الزمان ولا أستطيع أن أتحمل أكثر من هذا الواجب. غيري مساعدنا في نواحي ثانية من الأرض الآن. أنت قد تكون من أولئك الغايب إن صح التعبير. أنت تدعو للجهاد في سبيل الله وتشترط معنا أن يكون عليه أمير. هذا الأمير شروطه عندك مش عندي. طيب أنت توجه تسألني بقول لك بعد سؤالك إيه خطأ. أنا الآن بسألك هذا الأمير الذي هو شرط أن يكون على الجهاد أو المجاهدين ما شروطه عندك؟ طبعا يعني بالإضافة إلى كل الشروط اللي هو مسلم وعاقل وبالغ لابد ان يكون يعني بلغ الحد الادنى من الاجتهاد طيب. في العلم. طيب هل هناك امير؟ هل هناك امير؟ لا ده اصبح ده تحريف من نوع اخر. طبعا في امراء كثيرين للجهاد. هناك امراء كثيرون للجهاد. ايش قفشي سميتها ما ادري الكلمه ادخلها لا تقفشني. انا فهمت كلامك متناقض كانه في وكانه ما في. في امير يا اخي مش امير واحد. ده أمراء كثيرون. أمراء كثيرون. وكلهم يدعون الجهاد في سبيل الله. كلهم يدعون الجهاد في سبيل الله. كويس. من الأمير في هذه البلاد؟ لأن أنا أتصور وأرجوني كنت تصوري هو مطابق للواقع إنه ما يكون عندنا أمراء هنا إلا أن فسدت الأرض ومن عليها. ممكن يكون عندنا أمير هنا في مصر مثلا أمير في الحجاز أمير من آخره. فهنا مثلا أنت تدعو من هو الأمير؟ والله ما بعرفش هنا الأمير فين. أنا بنعرف الأمير فين. تتدعو إلى قضية مجهولة العين. وهمية. والفرض فرض عين. شايف شو؟ طيب. بينما كيف هذا؟ ما هو هذا ما يتطلبه الواقع الأليم. كيف يا أخي؟ كيف تتصور هذا؟ لا ممكن. الأمير موجود. ممكن موجود. وما تعرفه. ممكن. هذا يجوز. ليش لا؟ المهم إنه هو مش أنا. طيب على ولا أنا. أنا بدين الموضوع بشيء. أنت بتقول ممكن أنا بقول أين حديث حذيفة من اليمن لابد أنك تعرفه إن شاء الله. كويس. ماذا يكون في آخره؟ أنت تروي لنا وإحنا نحن يعني نفق في صدق رويك تماما. لا لا ما أتذكر شيء يعني البحث ده أنا جالس في جلسة التحديث ومستحضر لك الحديث. لا الأمر مشترك. فأنت يمكن أنا أذكر بعض الألفاظ أنت تذكر أكثرها أو تذكر كله. المهم تذكر خاتم الحديث قضيفة هذا ولا لا؟ قلت إيش عدوان يبدو أن أنت تشير إلى شيء أنا أعرفه مش مدركه الآن يعني. لا أفتكر نهايته. على كل حال تحاول مرة الاستعباط بأن تكون كارثة. أعود وكذلك في غيرها خير إن شاء الله.
ذكرت الحديث يا أخي حسن. أقول أتفضل. ذكرت الحديث لعلك تقصد يعني حديث حديث ابن اليمان اللي هو في آخره فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. نعم. شو المقصود منه؟ أنا بسألك على ماذا يدل؟ لا على الجهاد بدون خليفة مش أمير الآن بعد. هو أصلا الأول بعد في الخلافة. هل يدل على أن الجهاد يكون بدون خليفة؟ ولا يدل على أنه إذا لم يكن خليفة فاعتزل الجماعات كلها؟ لا ما انت بدك ولو أن تعرض على أصل الشجرة وهكذا يدل؟ لا ما انت يجب أن تفرق بين هذا الحديث وحديث أخرى. أنا بسألك يدل على هذا ولا لا يدل؟ والله أنت تريد أن تستدل بي على هذه الوجهة؟ أنا ما أريد أن أستدل. أنت يا أخي أنت أنا أقول لك هذا الحديث أنت ذاكره، فأنت يظهر لك أنت مش أنا يظهر لك أن هذا الوضع الذي لا يكون له خليفة ويكون هناك جماعات ومنها جماعات كما هو الواقع اليوم دعاة على أبواب جهنم. فحذيفة سأل رسول ماذا يفعل؟ ماذا أمره؟ الحديث هو صدد الجهاد. أسأله. لا الحديث هو صدد الجهاد يعني الحديث هو الجهاد. حذيفة سأل عن الجهاد ورسول الجهاد ماذا أجابه؟ كان بيتكلم عن الفرق وما الفرق، ماذا كان بيحكي عن الجهاد بالمرة؟ الله ورانا بسرق إن شاء الله. طيب أما إيش يا حبيبي حذيفة سأله أنت بيدك تقول هذا الحديث في مجال البحث عندنا، ايش هو يعني مجال ورود هذا الحديث في بحث الجهاد ووجوهه؟ ما انا محضرك الحديث في ذهنك. اذا كنت ما لك مستحضره لا يمكن ان تبني عليه شيء. لا حاضر الحديث في ذهنك. طيب الحديث ما ليس فيه انه حذيفة سأل الرسول عليه السلام انه هل بعد هذا الخير من شر؟ اجاب بالاجاب صح ولا لا؟ بعدين اجاب لأنه سيكون هناك دعاة على أبواب جهنم. متذكر هذا؟ طيب. وسأل أيضا في صدد هذه الأسئلة فماذا هو يفعل؟ وذلك في هذا الوضع الذي فيه خير فيه دخل ثم يكون هناك جماعة يتكلمون بألسنتنا أو إلى آخره دعاة على أبواب جهنم، فماذا يفعل؟ فكيف يسأل الرسول عليه السلام؟ الرسول أجابه بقوله اسأل إمام المسلمين والجماعة. متذكر أنت هذا؟ فإن لم يكن لهم إمام وجماعة ماذا قال له؟ فأعتذرت كفرق له. الآن أسأل الأوصاف اللي ذكرها الرسول عليه السلام لحذيفة من وجود خير على دخل ومن وجود جماعة دعاة على أبواب جهنم، هذا متحقق ولا لا؟ فكر في هذا الحديث. أنا مركز على هذا الحديث فعلا. فقط أنت ما تستطيع أن تركز قبل كل شيء إلا على هذا. ممكن أن تضيف إليه حديث الآخر. هو الأحاديث لا تقول لي يا أستاذ أنا بقول لك قبل كل شيء لا تستطيع إلا أن تكون معي مركزا على هذا الحديث. جيد. بعد ذلك ممكن أن تأتي بحديث نعم. لكن متى تأتي بهذه الأحاديث الأخرى؟ بعد الانتهاء من التفقه في هذا الحديث الأول. لماذا؟ ليه؟ ما اخترنا للكتاب هذا الحديث؟ أليس حديثا نبويا؟ في ماذا محطر رسول الله عليه وسلم؟ أسألك يا أخي رسول الله عليه وسلم أليس حديثا نبويا؟ نعم وصحيح. أليس يجب أن تفهمه؟ أولا وقبل كل الحديث سبحان الله يعني الآن جاء دور الكلام في هذا الحديث. لا مش لا يعني ممكن أصلا إحنا لما نحكي حديث الرسول يعني الله عليه وسلم قال من يولد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. وتدرب الفرق التي يقاتلونها الحق الظاهرين لا يظلمون من خلق الحق بلغ. ليش ما نبدا بهذا الحديث؟ وايش في هذا؟ في حديث نبوي.
ايش فيه؟ ايش علاقته بالموضوع؟ انه بيحارب على الجهاد هذا الحديث. وهذا نحن مختلفين بالتعبير على الجهاد؟ لا مش مختلفين. اذا ليش تجيب حديث ما له علاقه بالبحث؟ نحن متفقين عليه. طيب ليش تجيب حديث له علاقه في نقطه من البحث؟ ما في خلاف فيه. طيب حضرتك جبت حديث ما لهوش علاقه بالنقاط يا حبيبي. الثاني في عندنا عباره بالشام قضيه مش مجاكره مش معالجه. أنا بقول لك جبت هذا الحديث لأنه له صلة بالموضوع تماما. أنت أبو هذا الحديث أنا ذكرته له صلة. اصبر حبيبي. متفقين عليها. اصبر عليه. وأنت نكاية ومجاكرة بتجيب حديث. لا 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 داعي لهذه المحنة. لا في داعي في داعي مصارعة. هذا الدين نصيحة. المصارعة خاصة لبعض الناس لابد منها. طب أقسم بالله أنا داعي إن أنا لا أصادر. محي. ولا أنا ما أقول لك أنه جادي مجادي. أنا بقول لما يذهب وعلى الإنسان يقيس حديث على مثل هذا الحديث بقول مثل ما أنت أتيت بهذا أنا جئت بذلك. لا. وأنا أثبت لك باعترافك أنه حديث لا تزال طائفة من أمتي ليس له علاقة بنقاش بيني وبينها. نحن متفقون على أنه الجهاد فرض لكن نحن مختلفون على أنه الجهاد يشترط أن يكون عليه خليفة. كنا مختلفين من قبل يشترط يكون عليه أمير فاتفقنا. الآن نحن مختلفون أنه يشترط على أهل الجهاد أن يكون خليفة. أنت بتقول ليه جبت هذا الحديث؟ أتيت به لأثبت لك هذا الذي تنكره كما أنكرت سابقا. تنكر أنه شرط وجود الخليفة للجهاد في سبيل الله. لذلك أنا أوردت هذا الحديث بتقول لي ما له علاقة. كيف ما له علاقة؟ إذا كانت العلاقة ما وضحت لك فاصبر ليتضح لك كما صبرت سابقا فاتضع لك ان الاماره شرط في الجهاد. الاماره مطلقا على كيفك. انا ما الان في الخلاف. الان البحث في الخلاف. انا بذكرك في الحديث. الحديث في نهايه المطاف يقول الرسول عليه السلام ناصحا لحذيفه في زمن الفتن وهذه فتن عمت وطمت ماذا يفعل؟ قال فالزم إمام المسلمين وجماعتهم قبل أن يطرق الطارق. سألتك هذه الأوصاف كلها ومنها دعاة على أبواب جهنم متحققة في العصر الحاضر ولا لا؟ أنا ما أتقيت إلا في الجواب وقلت لك صراحة فكر فإيش الجواب عندك؟ هذه الأوصاف منطبقة الآن ولا تجيش فيما بعد؟ أنا منطبقة شوية. الوصف الأخير قال له عليه السلام إذن إمام المسلمين وجماعتهم. قال فإذا لم يكن له إمام وجماعة فماذا فعل؟ قال فاعتزل تلك الجماعات كلها. تلك الآن معلش بس أصبر لأنه كلامي الله يطلب عليه لأنه كلامي. الآن سألتك أسئلة تتعلق بهذا الحديث. السؤال الأخير هل للمسلمين إمام وله جماعة هو أميرها؟ المسلمين لهم جماعة وشخصة بس لهم أئمة كثيرين مختلفين. أنا بذكرك ما هو السؤال. أنت تسأل المسلمين لهم جماعة وإمام؟ فأنا حكيت لك المسلمين لهم جماعة ولكن أئمتهم متفرقون. يعني ما أنت لهم إمام يعني وهذا الإمام على الجماعة كما في الحديث. إيش تفهم من الحديث يا أخي لما حذيفة بيقول له فإذا لم يكن لهم إمام ولا جماعة يقصد أئمة ولا يقصد إمام؟ ممكن أنا أوضح في حال معين من الصحابة اللي هم عقروه. الصحابة إذا عليهم وقت كان لهم جماعة ولكن كانوا مختلفين على الإمام. هذا السؤال لا يجوز قبل الانتهاء من الجواب عن السؤال السابق المتعلق بالحديث الصحيح. أنا حكيت لك إلى الإجابة. حكيت لك قلت لك كلهم جماعة ولكن علماءهم وأئمتهم متفرقين ما بدهمش يجتمعوا على هذه الجماعة. يعني لو أراد العلماء والأئمة مثلا إن هم يتفقوا لاتفقوا. اللهم آمين. وهذا إيش معنى؟ مش معنى فرق. معنى فرق طبعا إطلاقا. الآن المسلمين أنت تقول مع أنه أنا والله أشعر أنه ما في حاجة لهذه النقطة بالذات التي سأسألك عنها. الآن المسلمين لهم جماعة ولا لهم جماعات؟ جماعات لكن مش فرق بمعنى أنها
اللي كلها في النار إلى واحدة، يعني في جماعة من يطلق في النار وفي الجنة. لا أقصد إنها من يا حبيبي ليش بنتأتي بأشياء مع أي موضوع بعد من أصل. أنا بقول لك الآن الحديث صريح في أنه جماعة وفي أنه إيه إمام واحد واعتزال إمام واحد وجماعة واحدة ولا أئمة وجماعات. الحديث بيتكلم عن ماذا؟ طبعا ما أصلت يا شوف يا أستاذ ما بيجاوي. لا وأنا لازم أجاوب على الإجابة اللي هي أنا شايفها أنها لازم تكون صحيحة إن شاء الله. ما ممكن يعني مثلا ممكن المسلمين يكون لهم أكثر من إمام. جاوب بس استحضر السؤال. أنا مستحضر السؤال، ممكن المسلمين يكون لهم جماعة متفرقين في أكثر من إمام؟ أنا ما أسألك ممكن، أسألك عن الواقع. والواقع هو هكذا، الواقع الآن في أئمة في جماعات ولا إمام وجماعة؟ في أئمة وفي جماعة. طيب خلاص كفت على هذا. إمام واحد ماشي، جماعة واحدة ماشي. ولا إن كان مقصود بالجماعة يعني المذهب الواحد مثلا في فهم الكتاب والسنة. ما نتكلم مذهب واحد. ما إيش؟ أنا أتكلم عن جماعة وإمام يا أستاذ. لما كان أئمة المسلمين كانت في مذاهب أكثر من أربعة. في حتى المعتزلة. لكن إمام واحد وجماعة واحدة. فأنت تشتري بسياسي. ما نحكي نحن بالدين هلا بالمذهب والمذهب. أنا نحكي إمام وجماعة. إمام وجماعة. الآن في إمام وجماعة ولا ما في؟ إمام واحد وجماعة واحدة ما فيش حد. لا ما في. ما في. شو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أن يعتني بتلك الفرق. طيب أنت ماذا تفعل الآن؟ إحنا بنشوف جماعة المسلمين فين ونحاول إن إحنا نجعلهم إمام. هذا الذي يدندن حوله. طيب جاي. هذا الذي يدندن حوله، بس وين الجهاد؟ الجهاد ليس الآن وقته. أوجد الخليفة الذي أمرك الرسول عليه السلام بأن تلتزمه وأن تلتزم جماعته، بعد ذلك سيكون كنتيجة طبيعية الجهاد في سبيل الله. من وين استقيت الشرط؟ الخليفة الواحد والجماعة الواحدة من هذا الخليفة بعد الجهاد؟ هذا الخليفة؟ لا، ما ذكرش الجهاد خالص نهائي. حتى الجهاد ما ذكرش. تيجي تتكلم الآن؟ لا، ما ينفعش تتكلم. معليش. انت يعني كيف عرفنا من هذا؟ انا بتكلم الان انا بجيبك عن سؤالك. انت وضح لك الان انه ليس للمسلمين امام واحد وجماعه واحده، وانما هناك جماعات وائمه باعتراف. لا بالحرب الواقع هو لا يشهد بذلك. واعتراف طيب الواقع، انت الان في الواقع. لا يعني ما هياش نقطه يعني فخمه كبيره قوي. لا فخمه كبيره قوي. لأن الحديث عم يقول إذا كان المسلمين ليس له إمام واحد وجماعة واحدة اعتزل تلك الجماعات كلها. أبو ما ينفعش الاعتزال مع الجهاد؟ نعم. الاعتزال والجهاد في نفس الوقت ما ينفعش؟ صار معنا دور يا حبيبي. أنت فردي. أنت موضوع فردي. صار معك دور وأنت لا تشعر. نحن قلنا الجهاد لابد عليه من أمير، والآن نقول لابد له من خليفة. فلا لغاية أنا أتبقش أني نحن الآن منقول. نحن منقول. أما أنت ما تريد هذا ربك بحاسوة. ما أنا بحاسوة. لكن هذا الحديث أحفظه وسجله في دماغك جيدا. حيث يقول مش مهم الألفاظ، مهم الفطر. وحفظ معناه بقدر الإمكان يعني. أخي إذا لم يكن لهم إمام وجماعة والجماعة إمام واحد وجماعة واحدة، ماذا يفعل المسلم؟ شوف شيخنا ماذا يفعل المسلم؟ اتباعا للحديث. شوف انا واضح الحديث لكن غير صريح. واضح على ماذا؟ واضح في انه يعتزل تلك الفرق، لكن اصلا الحديث غير صريح في انه في هذه الحاله يجب ترك الجهاد او لا يصح الجهاد. انا مخلص يجب ترك الجهاد او مثلا لا يصح الجهاد الا بوجود الخليفه، يعني لسه مش صريح. أنا بدي أفهم صراحة الحديث. صراحة لأنه كان بيقول له اجتهد في أنك تجاهد في سبيل الله. ما غير الاعتزال ألا أنت تصور إنسان. تصور تقريبا شيخ مقتدي بالرسول عليه السلام. الله. وتلميذ حريص على اتباع الرسول عليه السلام. هذا الشيخ يجري بينه وبين تلميذه مناقشة. تنتهي هذه المناقشة بين الشيخ وتلميذه أن يقول له
إلزم إمام المسلمين وجماعتهم بيقول له يا سيدي الشيخ ما في اليوم إمام المسلمين ولا في جماعة. بيقول له الشيخ اعتزل تلك الفرق كلها تلك الجماعات كلها. ماذا يفعل هذا التلميذ؟ يعتزل يروح جاهد في سبيل الله. طب ممكن أجاوب؟ لا ما تجاوبنيش في الإجابة بالقوة. لا ما أنا لم أضمك الأمثلة. ما هو الشيء شو بيعمل لك الأمثلة؟ ما يقول تقفشني لا بيقول عنك الشاب إذا كان صارت عسل لا تلحسه كله. إذا شفتني هين لين وأنا طويل الروح معه لا تجي تتهمني بالاتهامات. أنا ما اتهمتكش أنا بقول لك هذا الكلام قوة ما قوة إيش فيه. أنا عم أجي أضرب لك مثال واضح. هذا التلميذ لما يسمع كلمة الشيخ ماذا يفعل؟ يروح جاهد ولا يعتزل الجماعة. أنت يجب أن تتصور يا أخي أنه جهاد بدون جماعة ما في. آلفا هذا البحث انتهى. لذلك قلت في طبعاً حديث قلت أنه راح يصير معك دور جهاد بدون هذا الحديث. ممكن تفهمنا حديث هذا؟ أنا في صدد التفهيم. جهاد بدون جماعة ما يصير. جهاد العين اللي انتهينا منه واحد بدون جماعة مش ممكن يصير. وجهاد فرض عين بدون أمير مش ممكن يصير. بدون خليفة؟ لا تستعجل يا حبيبي لا تستعجل. أنا في ماذا الآن؟ أنا ملاحظت في الموضوع. جهاد فرض عين كما هو واقع المسلمين اليوم بدون جماعة مستحيل. وهذا جماعة واحدة يعني؟ ولا جماعة يعني ايش جماعة؟ هذا مقصود بها؟ لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين. معلش ضدك معلش. أنا إن شاء الله صبور معك ومع غيرك. أخي إذا كان نحن الآن عم نحكي فرد وجماعة وأنت بتكسر اللبكي عليه في جماعة ثانية ليه؟ أنت إذا وفقت معي على جماعة واحدة بقول لك كثر خيرك. لأنه أنت بالأصل عم تتكلم إنه الفرد جاي. طيب. لكن فرض العين مش بالواحد يصير، يصير في الجماعة. تيجي تنظر الموضوع لوين؟ جماعة واحدة ولا جماعات؟ إسلامياً ما في جماعات. إسلامياً ما في غير جماعة واحدة ورأي واحدة وإمام واحد. وهذه من مبادئ الفقه التي ينبغي على المسلم يتفقه فيها. فالآن أنت بتسأل جماعة واحدة بدي أدخل معك في نقاط من جديد. هذه الجماعة الواحدة أليس من الواجب أن تكون لتحقيق فرض العين ولا هو واجب؟ لا مش لازم فرض العين يا شيخ. أنا أقسم في إيقاف البحث أنه الرجل تعب يعني هو ينظم ما بين هذا الأخ متصور الوضع اللي هو بحثي في ذهنه شيء خلفية وهذه الخلفية هي اللي تطمئن عليه أنه يفهم إجابة الشيخ. يعني انت بتقرر ان لازم من ايجاد الجماعه قبل الانطلاق في الجهاد، هالجماعه هذه لابد ان يكون لها الامير، الامير هذا اللي في النهايه انا خليني احكي مع الشيخ معلش، خليني احكي مع الشيخ. تفضل هذا رايك الناقش. تفضل خليني اتكلم معك. بس انه فرض العين فرض على جميع المسلمين ما يستكثرون. في المكان الواحد اذا فرض على جميع المسلمين مثلا نعم. يعني فضل مثلا تفترض للجماعة هم في دار الإسلام طيب تبقى النصيحة لا تفترض وكافينا واقعنا ما أنا أكلم الواقع ليش عم تفترض؟ مش أفترض أنا أكلم أم واقع أنت بكون أفترض نفترض مثلا الجماعة هم في دار في الأفغان مثلا في دار كلهم كل المسلمين في العالم في دار معهم إيه حاليا؟ إيه نعم يعني تحكي واقعيا واقعيا شرعا يعني يجب شرعا ان كل المسلمين العالم يجادوا معهم. وانت بعد قلت ما تعرف شو هو جهاد العين؟ جهاد العين هو الذي يجب ان ينهض به المسلمون جميعا لطرد العدو الذي يحتل قطعا من بلاد الاسلام. فاذا كان الافغانيون لا يكفون ذلك فيجب ان ينهض بهم الاقربون ثم العالم الاسلامي كله. طيب اذا كان تكفي منهم عددهم مثلا يكفي بركه خير بركه. وايش هذا علاقته بموضوعنا؟ عشان تشتيت بس. نعم يا اخي هذول اللي يكفي جماعه ولا مش جماعه؟ الكافين هذول؟ نعم جماعه ولا فرد؟ جماعه. طيب ونحن نتكلم عن ايه؟ نتكلم عن جماعه فرض عين ولا لا؟ هذول الجماعه اللي بيحققوا فرض العين جماعه ولا فرد؟
الجماعة. هل جماعة اتفقنا؟ نحن أنت عم تضطرنا نعيد البحث الماضي. هل جماعة اتفقنا أنه لا يكون فرض العين إلا بهم؟ لكن أنت دخلت الآن في تفصيل أنه كل العالم الإسلامي بجاوبة. إذا كان الأطفال لا يستطيعون أن يطردوا الروس من بلادهم لازم ينضم إليهم الهنود، لازم ينضم إليهم العراق، سوريا، الأرض، هكذا لحتى يخرج هذا العدو من بلادهم. لكن إذا كان أهل البلاد نفسها فيه كفاية وبركة، هذا هو المقصود. هم هو البارك يا أخي، لا تشعر الموضوع. نحن نوضح لك أنه الفرض العين هو المقدار الذي يتحقق في هذا الواقع. تحقق بشعر ما فيش حاجة للشعر الثاني، ما تحقق بالشعر الأول يعني ينضم إليه الشعر الثاني، ما تحقق إلا بالأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية فرض عين عليها كلها، حتى النساء وكلهم في حسبيه. فالآن هذه جماعة، وقلنا هذه الجماعة التي تقوم بهذا الفرض لابد لها من أمير ينظم الجهاد ويصلي شؤونه. كيف من هذا؟ سألت الموضوع لأثبت لك أن هذا الأمير يجب أن يكون خليفة، ليس فقط أمير كما أنت تتصور. دليل حديث حذيفة، أنت بتقول ما هو صريح. طيب أنا بقول قد يكون النص أحيانا صريحا وقد يكون واضحا ما هو صريح، يعني قد تكون دلالته قطعية دلالة كما يقول الله، وقد تكون دلالته ظاهرية، وهذا حجة في الإسلام. فإذا كان دموج صريح عندك فهو ظاهر جدا. ليه؟ ضربت لك في المثال الأخير بين الشيخ والتلميذ. التلميذ تأسي منه بالرسول، الشيخ تأسي منه بالرسول، قال تلميذه إلزم إمام المسلمين وجماعتهم. قال يا سيدي إذا كان الواقع أنه ليس المسلمين إمام ولا جماعة، قال فأعتذر تلك الفرق كلها، تلك الجماعات كلها، ماذا يفعل هذا الرجل؟ إذا أردت تقول جاهد يا حبيب الجهاد والتقيمة جماعة، والجماعة بدها أمير على الأقل، وهنا ما في لا أمير أي خليفة كما يقول في الحديث إمام ولا جماعة. إذا هذا التلميذ البار بشيخه والشيخ المتبع لنبيه نصحه، قال له اعتزل تلك الجماعات كلها. ماذا يفعل هذا الرجل؟ يروح جاهد ولا يروح في وادي من الوديان في شعب من الشعاب له غنم يرسلها ذراعها بالآخر ويعبد الله؟